طيب دكتور، يمكن في موضوع تاني مهم وانا قلت عنه في المقدمه، في دكاتره تقول العمليه بالمنظار افضل والدكاتره تانيين التدخل الجراحي افضل والناس احتارت. والله هو ده يعني مش يعني في بعض الدكاتره فعلا بتقول للمريض ان احنا جراحيا افضل بكتير قوي من البتاع، وبعض التاني بيقول المناظير احسن، باتفاق كل العالم كله ان المناظير وتدخل بالمناظير يعني بيخلي العيان يتلافى ان انا افتح له بطنه والعضلات والحاجات دي كلها، فهي بتوفر على المريض يعني كتير قوي. العمليات دي لما كانت بتجرى بطريقه الفتح دي كانت بالمريض بيقعد حوالي اسبوعين في المستشفى، والالام بعد العمليه والجرح والحاجات دي. طبعا المناظير يعني باختصار قوي احلى احسن بكتير قوي من عمليات الفتح الجراحي، وان كنا في بعض الحالات المحدوده بنضطر للفتح، ولكن المناظير هي الاحسن والاضمن نتيجه وامانا للمريض. انا بتفكرني الحته دي بانها فتحت باب امل كمان للبنات الصغيره اللي لسه ما اتجوزتش. بالظبط، مفيش جرح كبير، مفيش اي تشوه. هو ده الحاجه البسيطه اللي الناس شايفاها. اما الحاجه العلميه كمان ان الجسم ذات نفسه ده لا حاجه اسمها يعني التفاعل مع العمليه ذات نفسها، فانا بقلل السيرجيكال تروما اللي بتحصل للعيان، بقللها جدا من الفتح لعمليه الانظار، بتقل لي جدا جدا. والعيان بعد العمليه كمان بوفر عليه، بدل العيان ما يطلع من المستشفى بعد اسبوع ولا اسبوعين، بيخرج بعد يوم واحد بيشوف شغله بعد 3 ايام من العمليه، يروح شغله وكل حاجه، العمليه ماشيه طبيعي جدا. فطبعا بوفر على العيان كتير قوي بالمنظار يعني.